السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن البيض. ماكو مطبخ يخلو من البيض. البيض أكلة سريعة التحضير، رخيصة، وتحضر لها كثير من الوجبات يستخدم في تحضيرها البيض. تعالوا نشوف ونتعرف على 5 حقائق ومعلومات عن البيض، ونبدأ بالحقيقة رقم 1. من الشائعات والمعلومات الخاطئة أن البيض يرفع الكوليسترول. البيض نعم يحتوي على الكوليسترول، لكن بنسبة قليلة، ليست لدرجة أنه ترفع الكوليسترول في الجسم. وأيضا يحتوي على الكوليسترول النافع الذي يقوم بطرد الكوليسترول الضار من الجسم. لكن أغلب الطرق المستخدمة في عمل البيض وطبخ البيض يكون معها الزيت، والزيت معروف عليه أنه هو يرفع الكوليسترول بنسبة عالية جدا، لذا ارتبطت أنه البيض هو اللي يرفع الكوليسترول، لكن بالحقيقة الزيت هو الذي يرفع الكوليسترول، وأن البيض بريء من هذه التهمة. تناول البيض بشكل ني يعطي قيمة غذائية أكبر. من المعلومات الخاطئة أيضا جدا عن البيض أنه تناول البيض الني يعطي قيمة غذائية عالية جدا، خصوصا للأشخاص اللي يقومون برياضة كمال الأجسام، وهذا غير صحيح. أنك إذا أكلت البيض بشكل ني يعطيك قيمة غذائية عالية، بالعكس، أنه ممكن الشخص اللي يأكل البيض بشكل ني تزيد فرصة أنه تنتقل له بكتيريا السلمونيلا، وهاي البكتيريا تموت عند طبخ البيض. وأيضا البيض الذي يؤكل بشكل ني يحتوي على الكوليسترول الغير مؤكسد الضار جدا، لذا أنك الأفضل تطبخ البيض وراح تحصل على نفس القيمة الغذائية إذا طبخته وأكلته مع تخلصك من البكتيريا، لأن الطبخ راح يخلص البيض من البكتيريا والكوليسترول الغير مؤكسد. من النصائح اللي سمعتوها تخلص من صفار البيض وكل البيض، خصوصا الأشخاص اللي يسوون دايت ويحاولون يسوون رجيم ويقللون من وزنهم، أنصحك أكل البيض ويا صفارة، لأن صفار البيض يحتوي على الكالسيوم، فيتامين أي، فيتامين إي، وفيتامين دي، وفيتامين كي، وهذه فيتامينات مهمة جدا للجسم. صح يحتوي على نسبة من الكوليسترول صفار البيض، لكن مثل ما قلت لكم نسبة قليلة، يعني 3، ممكن يقول لك كحد أقصى إنك تأكل 3 بيضات ما راح تأثر. لذا أكل البيض ويا صفارة أفضل حتى تحصل على القيمة الغذائية الكاملة للبيض. من الأفضل، البيض الأبيض أم البيض البني؟ بالحقيقة لا يوجد أي فرق بالنسبة للقيمة الغذائية بين البيض الأبيض والبيض البني. كل ما في الأمر أن البيض الأبيض يأتي من الدجاج الأبيض، والبيض البني يأتي من الدجاج البني حسب الجينات الوراثية، لكن كقيمة غذائية ماكو أي فرق بيناتهم. بالرغم من ذلك نشوف أن البيض البني يباع أغلى من البيض الأبيض. اشتريت بيض وما أعرف مدة البيض منتهية أم لا، هل البيض فاسد أم لا؟ تعالوا نشوف الطريقة حتى نتعرف بها هل البيض صالح للأكل أم لا. الآن كيف أعرف أنه البيضة فاسدة أو ما بيها شيء؟ عن طريق هذه التجربة، أنه أحضر أخلي معي وأخلي البيضة داخل معي، إذا البيضة طافت فهذه البيضة فاسدة، لكن إذا البيضة غرقت ونزلت جوا بالماء فهذه البيضة طبيعية. هسه هاي البيضة على سبيل المثال، هذه نشوفها طبيعية أو فاسدة، نخليها بالماء، غرقت البيضة، هاي طبيعية أخذها وأكلها بالهنا والشفا. هاي البيضة أريد نشوفها طبيعية أم فاسدة، شوفوها طافت، إذن هذه البيضة فاسدة، أتخلص منها وتكف شرها. وأخيرا، إذا عجبتكم الحلقة واستفادتوا، لا تنسون سبسكرايب للقناة وشير ولايك. كان معكم الدكتور وليد نبيل، شكرا للمتابعة.